اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. بنحب نفكركم قبل ما نخش فقرتنا الاخيره انه اللي فاتته اي فقره من فقراتنا او عايز يشوف اي فقره يحبها ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمه واحده ومكان العين رقم 3 باللغه الانجليزيه، او ممكن تتواصلوا معانا على تويتر او على الفيسبوك نهارك سعيد برضو. لو اتكلمنا عن محور حديثنا في الفقره الاخرانيه هنتكلم عن احد قاده حرب اكتوبر، قائد الفرقه الثانيه مشاه اللي قامت باسر اللواء 190 مدرع الاسرائيلي بقياده العقيد عساف ياجوري، وهو الفريق حسن ابو سعده خريج دفعه 24 من الكليه الحربيه. رحل الفريق حسن ابو سعده امبارح، هنتكلم عن تاريخه وعن مشواره العسكري مع كاتبنا الصحفي استاذ عبده مبيد واحد اهم المحررين العسكريين في تاريخ العسكريه المصريه. صباح الخير يا فندم. صباح الهنا. صباح الخير يا فندم، منورنا. يعني طبعا محتاجين حضرتك تشرح لنا في الاول او تقول لنا تعرفنا بالفريق حسن ابو سعده، لانه يعني مش كل الناس بتتفرج علينا تبقى بالضروره عارفاه كويس، فقول لنا حضرتك من معرفتك بيه معلومات عنه بعد اذنك. حسن ابو سعده في ناس بتتولد وهم اكفاء. كان متفوق دراسيا والتحق بالكليه الحربيه اختيارا. كان الصراع المصري الاسرائيلي والعرب الاسرائيلي بدا، فهو لقى ان الكليه الحربيه هتكون الطريق لتحقيق انتصار ما يرفع من شأن العالم العربي ويعيد للفلسطينيين الحقوق اللي عمالة تتآكل، فراح الكلية الحربية. الكلية الحربية خرجت دفعتين كل دفعة فيهم بتتميز عن الأخرى، إنما هما الاتنين من أفضل الدفعات اللي تخرجوا من الكلية الحربية، دفعة 48 ودي اللي خرج منها نصف أو أكثر قليلا لقادة معركة أكتوبر، ودفعة 49. دفعة 48 بتنسب إلى اسم شمس بدران لأنه هو ألمع واحد، يعني أكثر واحد لمعانا في الدفعة في الفترة الأولى بعد 52. الدفعة الثانية اللي هي دفعة 49 بتنسب إلى سامي شرف لأنه هو كان اللامع الثاني في مكتب الرئيس عبد الناصر. دفعة 48 طلعت لحرب أكتوبر عدد متميز جدا من القادة: أحمد بدوي، فؤاد عزيز غالي، يوسف عفيفي، دول قادة الفرق المشاة تلاتة اللي هي الفرقة 18 في الشمال وفرقتين الجيش الثالث الفرقة 7 والفرقة 19. طب حسن ابو سعده كان دفعه 49 دفعه 49 اللي هي دفعه بيطلق عليها جوازا اسم دفعه سامي شرف، ده كان قائد الفرقه الثانيه مشاه، وكان دفعه 49 الثاني العميد عبد الرب النبي حافظ اللي هي الفرقه 16 المشاه. فحسن ابو سعده لما دخل الكليه الحربيه دخل من منظور وطني، من منظور عروبي، من منظور رفع الظلم عن الفلسطينيين. في ناس لما بتطلع من الكلية الحربية ناس بتخدم تشكيلات، ده بيطلق عليه نفراتي، يعني بيتنقل من تشكيل لتشكيل لتشكيل ما بيمرش على المكاتب. فحسن أبو سعدة من خريجي الكلية الحربية اللي قاعد خدمته كله الخدمة كلها في التشكيلات لغاية لما وصل لقائد فرقة مشاة اللي هي الفرقة التانية اللي شاركت في الدفاع غرب القناة وشاركت في الهجوم واكتساح خط بارليف و عملت راس كوبري الفرقة التانية، وده كان واحد من يعني الكلام اللي كان مكتوب على الورق. دايما عادة في الحروب اللي بيكتب على الورق بيبقى حاجة واللي بيحصل حاجة تانية، واللي بيحصل حاجة تانية يا أقل يا أكتر، يعني مش لازم يبقى وحش، محتمل يكون أفضل من اللي على الورق. الذكاء القائد العسكري في ساعتها والتحركات على الأرض، حاجات كتير حاجات كتير بتتداخل في المعركة. ده صراع دم ونار، صراع إرادات صعب.
طيب انا طبعا انا بشكر حضرتك على التصحيح ان احنا انا قلت ان انا كان في خطا قلت ان هو دفعه 24 فحضرتك صححت ان هو دفعه 49 دفعه عايزين دفعه سنه 49 دفعه سنه 49 هي دفعه 24 في الحربيه يبقى صحيح. طيب عايزين نعرف بقى حكايه يوم 8 اكتوبر واسر اللواء 190 مدرع الاسرائيلي واسر العقيد عسافيا جوري لانه ده كان اكبر رتبه اسرت في حرب اكتوبر والمعركه دي بتوصف بانها معركه اسطوريه انه اتدمر فيها عدد رهيب من الدبابات. فعايزين نعرف من حضرتك اكتر عن المعركه دي بما انه حضرتك كنت المدني الوحيد في حرب اكتوبر اللي تطوع مع قوات الجيش. لا لا ودي يمكن معلومه برضو الناس لا لازم تبقى عارفاها انه حضرتك كنت المدني الوحيد اللي تطوع وقبل انه هو يحضر الحرب. هو حضرتك اللي بتقوله صحيح بس انا المدني الوحيد اللي قبل تطوعه في مجموعه الكوماندوز اللي كانت بتحارب خلف خطوط العدو في حرب الاستنزاف. يعني انا احد افراد المجموعه الفدائيه اللي كانت بتحارب في سيناء بتعمل عمليات في سيناء اثناء حرب الاستنزاف. وده كان بموافقه الرئيس الراحل عبد الناصر وكان مفاجاه للجميع. ده استثناء فعلا. ده استثناء ما حدش خده. خدته ازاي بقى الاستثناء ده قبل ما نتكلم عن بالظبط. انا كنت بدرس في المانيا. اه. فلما قامت الحرب رجعت قلت ارجع اشيل مع اهلي بالمقطف. يا سبحان الله الحال كان مختلف. طيب ففي السكه للرجوع يوم 2/5 يونيو احنا كنا مجموعه من الدارسين المصريين والعرب. فالحياة في ألمانيا الشرقية يعني إيه مش نعمة قاسية حبتين يعني في سلع كتير بتبقى ناقصة في الدول الشيوعية. فإحنا كنا بنبعت واحد مننا كل فترة يروح برلين الغربية يجيب لنا الحاجات اللي ناقصانا. فأنا كان علي الدور يوم 2/5 يونيو أروح أجيب احتياجاتنا من برلين الغربية. أنا بجيب الاحتياجات من سوبر ماركت كبير عشان ألاقي كل حاجة جنبي. فانا دخلت السوبر ماركت مخزن كبير قوي فيه كل حاجه ممكن اشتري منه فيل. فداخل لقيت اعلان على الباب ادفع ماركا تقتل عربيا. ايه اللي حصل في الدنيا يعني؟ فسالت قالوا الحرب قامت. الحرب قامت طب خلاص يبقى اسرائيل انتهت. ده وفقا للتصورات اللي احنا كنا عايشين تحت وطئتها سوف نلقي اسرائيل في البحر. ده كان الشعار يعني. اه واقوى قوه ضاربه وفي مجله للقوات المسلحه طلعت عليها سطر كبير احمر كده قنبله ذريه مصريه. يعني احنا بقينا دوله بتنتج. كان عندنا المفاعل النووي اللي في نشاص قوته 2 ميجا وات. 2 ميجا وات يعني عشان يشوي ذره يشوي بطاطا. كان اسرائيل اياميها عندها بدات ب 25 ميجا اللي هو مفاعل ديمونه بدات ب 25 ميجا. انما المهم فانا كنت واقع تحت وهم ان خلاص المعركه اتحسمت وخلصت يعني. فلما لقيت صور القاده الاسرى بتتذاع في التلفزيون بره حسيت بحجم النكبه يعني. فرجعت بعد ما عملت حمله تبرعات جبت 2 مليون مارك حولتهم لادوات طبيه وجيت قدمتهم لمصر. حضرتك رجعت الطياره. كان الفتره دي كان كل اللي بيقدر يساعد ويمكن حتى الفنانه ام كلثوم الراحله كان كله بيحاول يساعد كله بيحاول يساعد. فانا جبت عملت حمله تبرعات لمت 2 مليون مارك. الالمان قالوا لي يديك معدات طبيه. اخذت معدات طبيه جبت الطياره وجيت هنا على مطار اسكندريه. فطبعا القياده عارفه ان انا اللي عملت كده يعني. وكان قبل كده كان في حوار مع الملك فيصل الرئيس عبد الناصر شاف انه ما يتنشرش وقال لي انا عارف ان ده مهم بالنسبه لك بس ما يتنشرش. فلما جيت صديقي ابراهيم الرفاعي يعني طبعا مش هنلحق نتكلم يعني التفاصيل كتير قوي. صديقي ابراهيم الرفاعي قال لي ده انا عملت عمليات خلف خطوط العدو فجرت تشوينات الذخيره وفجرت قطر ما تيجي معانا اكتب لي ورقة. رحت كتب له ورقة كتبت الورقة. هو مضى موافق وقال ان لياقته البدنية كويسة وحصل على تدريبات الصاعقة وتدريبات مظلات وكده يعني. خدت الورقة وطلعت على مدير المخابرات قال لك لا مانع. طلعت على عبد المنعم رياض كان رئيس الأركان قال أزكي الطلب. طلعت على محمد فوزي فمحمد فوزي قال لي عاوزني أمضي لك عشان تبص على أسرار القوات المسلحة.
قلت له الراجل بتاع الأسرار ماضي، مدير المخابرات المسؤول عن الأسرار ماضي. قال لي بس أنا مش موافق. قلت له هعرض الأمر على سيادة الرئيس. قال لي وانت فاكر سيادة الرئيس هينصرك عليا؟ قلت له مش انتصار ده، أنا عاوز أقول له إن أنا عاوز أحارب عشان بلدي وانت بتمنعني من أنا أحارب عشان بلدي. نزلت عبد المنعم رياض الدموع في عيني، قال لي هحلها لك. رحت لمحمد صادق مدير المخابرات قال لي هحلها لك، وانت تروح لعبد الناصر ليه؟ انا اللي هروح لعبد الناصر. راح رايح لسياده الرئيس عبد الناصر وقال له ده في طلب متقدم، والراجل كاتب في الطلب ان القوات المسلحه غير مسؤوله عنه في حاله الفقد والاصابه والاستشهاد والاسر. يعني ما فيش اي مسؤوليه، ما فيش اي مسؤوليه. قال واحد رامي جتيته. فقال له محمد فوزي ده مش عارف ايه، انا هقبل تطوع عبده. قال له طب بس انت يعني ايه، ليه مش راضي على قرار محمد فوزي؟ قال له ده مدني وهيطلع يعمل عمليات خلف خطوط العدو، الجبهه كلها تعرف ان مدني بيقوم بالعمل الفدائي، فكل واحد يقول لك بقى المدني بيعملها وانا مش بعملها والعسكري ما يعملهاش، فهيرفع الروح المعنويه في الجبهه زي اداره شؤون معنويه. يا صح، يا تفكير والانتماء. ازاي غابت الحكايه دي؟ فهو استثناني من منطق رجل الدوله، مش من منطق ان هو عاوزنا احارب او لا، لان هو ده يساهم او يسهم في رفع معنويات القوات المسلحه. طيب عايزين نرجع بقى 8 اكتوبر واللواء 190 مدرع والعقيل عصافيه جوه. الحرب قامت يوم 6، يعني انت اطلقت الحرب من عقالها يوم 6 اكتوبر. الخطه انك انت تعمل كل فرقه مشاه من الفرق الخمسه اللي عدت تعمل راس كوبري. ده طبعا ده كان كله تخطيط الفريق حسن ابو سعد مفروض. لا 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 لا, لا. لا تخطيط مصر كلها. تخطيط مصر كلها، لان الخطه اللي اتنفذت يوم 6 اكتوبر سبقها 17 خطه. دي كانت الخطه 18. خطط وبتتعاد وخطط وتتعدى الخطط وبتتعاد وهكذا، فكل فرقه بتعدي تعمل راس كوبري. طبعا بعد حضرتك ما بتهاجم العدو لازم يعمل هجوم مضاد، وكان عندهم خطط للهجوم المضاد، كان عندنا معلومات عنها. اول هجوم مضاد عملوه يوم 6 اكتوبر في المساء، ووصلوا للكوبري البلاح ودمروه. اول هجوم مضاد يوصل للمية إسرائيلي يوم 6 أكتوبر كان في قطاع الفرقة 18 بتاعة فؤاد عزيز غالي. فهم حسوا أن الهجوم المضاد ده فشل، فجابوا بدأهم هجوم مضاد تاني يوم 8 أكتوبر على قطاع الفرقة التانية المشاة اللي هو المجاورة للفرقة 18، ودوا قوة لواء كاملة مدعمة عشان توصل لخط المية وتخترق راس كوبري الفرقة التانية اللي بيقودها حسن أبو سعدة. جات المعلومات لحسن أبو سعدة إن فيه وحدات مدرعة بتتقدم بتضم حوالي 100 دبابة وأكتر في اتجاه راس الفرقة بتاعك. الراجل بثبات أعصاب قال نعمل كمين. كمين دايرة مفتوحة. وحط كل القوة النيرانية بتاعة الفرقة على القوس بتاع الدائرة المفتوحة. اللواء 190 مندفع راح داخل في الدائرة، فوجئت الدبابات بنار جهنم. جريت الدبابة بتاعت القيادة مسكوها ناس من الفرقة وجابوا الأسير عساف ياجوري. فعساف ياجوري حسن أبو سعد طلب يشوفه. هو استسلم على طول، أول ما هم مسكوا الدبابة بتاعته. فبدأ حسن أبو سعدة يقول له أنت كنت عاوز إيه بالظبط، خطتك إيه؟ فخد المعلومات الأولية وراح مسلم عساف ياجوري للسلطات المسؤولة عن الأسر. فمعركة اللواء 190 هي جزء من الهجمات المضادة للقيادة الإسرائيلية لوقف الهجوم المصري وإحباطه. النجاح بتاع العميد حسن أبو سعد اللي هو الفريق حسن أبو سعد الله يرحمه، ده نجاح من النجاحات البارزة جدا في معركة أكتوبر. طب إيه أهم سماته الشخصية يا فندم، وخصوصا أنه هو كان متزوج بالإعلامية الكبيرة سهير الإتريبي؟ ده هو اتجوز سهير
قبل الحرب تقريبا يعني كان استدعوه من ايام العسل عشان يحارب. يعني هو اتجوز وهو يعلم انه سيتجه للقتال. ومن اسابيع من ساعات العسل الاولى راح تحمل مسؤوليته كقائد. هو كان متفائل جدا بان هو هينجز حاجه عظيمه جدا. وحقيقي انجازاته على الارض فاقت ما هو مطلوب منه ومن الفرقه على الورق. كان واحد من افضل رؤوس الكباري اللي انشاتها فرق المشاه الخمسه. وبعدين لولا كفاءه راس الكوبري وكفاءه القائد ما كانش نجحت معركه صد الهجوم المضاد اللي قام به اللي هو 190 مدرع. الكاتب صحفي استاذ عبد مباشر بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، واكيد لينا لقاءات تانية نتكلم عن كتبك وعن حاجات تانية لانه اكيد تاريخ طويل وكمحرر عسكري عندنا تفاصيل كتير حابين نعرفها يعني. كتر خيرك. كنا نتمنى يا فندم فعلا حوارنا يطول اكتر من كده لكن للاسف وقتنا خلص. بشكرك جدا انك نورتنا النهارده. انا شاكر الصحبه. ميرسي جدا يا فندم. مره تانية طبعا بنطلب الرحمه للفريق حسن ابو سعده وبنطلب لاسرته الصبر اللي رحل عن حياتنا بطل من ابطال الجيش المصري. خلصت حلقتنا النهارده، ومره تانية عايزه اقول انه النهارده اليوم العالمي للمراه. كل الستات اللي هتقدر تشارك في المسيره لو هي متفقه مع المطالب يعني اعملوا كده. المسيره سلميه 100% فيها نساء ورجال ومطالب واضحه جدا. خلصت حلقتنا النهارده. وكل سنه وكل ست مصريه طيبه وبالف خير وسلامه، ونتمنى انه الست المصريه تاخد حقوقها افضل بعد الثوره، لانه مفروض انه الست المصريه مش اقل من نص مجتمعنا على الاقل. حلوه حلو انت بتطلب تاخد حقوقها دي، انا سعيده بيك. انا اتمنى يعني. لا انا اتمنى لانه اكتر من نص المجتمع والام مدرسه اذا عددتها عددت شعب طيب العرب يعني. كنا معاكم من 9 ل 11 على هوا مباشره. بكره هنكون مع فريق عمل جديد. دايما نهاركم سعيد. سلام. صباح الفل.